بسنونه اليوم، ياكلك بسنونه اليوم. نعم هكذا فكر ديدي ديشان في الصورة على الشاشة مع كي ستيفان بوين. فلنحارب الأرجنتين بسلاحهم، سلاحهم على الأقل الزراعات البدنية. لازم نربع الثنائيات باش نحصل الكورة، باش نتصرف في الكورة، باش نخلق رحلة مونديال التاريخ تصل إلى ختامها بعد 25 دقيقة وممكن أكثر. وبلوغة التسعين هو النهاية رقم 15 على 22 مونديال اللي الحسم يكون في 90 دقيقة. خمس مرات مشينا الكوب نعبد في الاكسترا تايم ومرتين فقط في التاريخ بركلات الترشيح. والطبيعي بكاو في المرة الأولى وبكاو في راسها في المرة الثانية. تاريخ وأرقام، أرقام مونديال 58 و62 يا كاتب التاريخ تكلم خلاص. ناقشنا وحكينا وسنزودك شهر ثاني في الإجازة. المهم كمل معايا هذه السطور، سطور الأرجنتين أمسور فرنسا اليوم وليس غدا باكو. الآن يا كيليان والفوز بثنائي باقي يخدم ترجع كرة منتخب الفرنسي. أرجنتيني تبدأ تذيع شوامي اللي موجود أكثر استحواذ طبيعي يشد المنتخب فرنسا في الشوط الثاني، ولكن ما عرفش يتصرف الكرة ما لقاش ثغرة وسط الدفاع الأرجنتيني المقدم.